مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هلا ان شاء الله غنهضروا على الامراض الشائعة التي تصيب الارانب. في الحقيقة المعلومات اللي غادي نقدمها لكم هي معلومات حصرية لاول مرة غادي نهضر عليها، هي اسماء ماشي متداولة اللي مولفين كنهضروا عليها في الفيديوهات السابقة. اذا المرض الاول هو التهاب الملتحمة. هذا المرض خاص بالعين، كيصيب العين ديال الأرانب، وذلك على مستوى الجفون، بحيث تكون إفرازات عديدة على مستوى الجفن ديال الأرنب، مما يؤدي إلى أن الأرنب كيبقى يفرك عينيه، كيبقى يفرك العينين ديالو بواسطة الأقدام الأمامية ديالو. ويعد هذا المرض في الحقيقة هو مرض بكتيري، والسبب ديالو وهو الدخان والأبخرة والبخاخات الكيماوية اللي ممكن أن الأرنب يتصاب بها. وهذا المرض كيصيب خصوصا صغار الأرانب، يعني الفأر، عفوا الأرنب البالغ قليل فيه كيتصاب هذا المرض. هذا ثاني مرض وهو الباستريلا، وهو مرض يصيب الجهاز التنفسي بالتهاب او التهابات حاده، وكتكون هذه الالتهابات مزمنه، يعني كتبقى فيه طول العمر ديالو. سمو كيسبب هذا المرض ديال الباستريلا كيسبب السعال والعطاس، وهو ايضا مرض بكتيري. هذا المرض الثاني. المرض الثالث وهو داء الاكريات. داء الاكريات وهو مرض طفيلي، هو ماشي بكتيري، هو مرض طفيلي، وهو اكثر الامراض شيوعا بين الارانب. وهو يعني كيفاش كنعرفوا هذا المرض ديال الاكريات؟ وهو الاسهال وفقدان الشهيه، كتكون عند الارنب اسهالات على مستوى المعده، وكاين فقدان الشهيه، ما كيبقاش ياكل. ومني كنقوموا بالتشريح ديال الارنب، يعني ملي كنشوفوا السبب ديال الوفاه ديالو، كنلقاو ان هذا المرض كيؤدي التهابات على مستوى الامعاء، يعني كنلقاو المسيرنات ديال الارنب منفوخين. ملي كنشرحوه كنلقاو انه لا 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 يعني المصارن منفوخين. اذا هذا من جهه. كاين واحد المرض اخر اللي حقا بزاف ديال لي كومونتير جاوني على قبله، وهو التكتلات ديال الثدي. يعني بطبيعه الحال كيصيب الامهات، بحيث ان الام ما كتبقاش تخرج الحليب بشكل كافي، كتخليه مخزن عندها في الحلمات ديال الثدي ديالها او الحلمات. سمو كيؤدي هذاك الشيء، كيؤدي ان هذاك التحجر ديال الحليب كيؤدي ان كيأثر بشكل مباشر على الصغار، انما كيبقاوش يرضعوا، كيلقاو الحليب انه متحجر في الحلمات، ما يمكنش، ما كيبقاوش يقدروا يتزودوا بالحليب من الام ديالهم. كاين عاوتاني خامسا وهو تصمغ الاذن، وهو عباره عن واحد القشور كتجي داخل الاذن، كدا كتكاشر هذاك القشور، كتكون في اللون ديالها صفراء، هذاك القشور كتكون غير في الاول غير شويه، ومن بعد كتولي كتكاثر. سمو كدير القشور هذه كتولي، كيولي الارنب منزعج، يعني تصوروا ان الارنب عنده شي حاجه في ودنه وما قادرش يحيدها، كيفاش سمو كيبقى يدير؟ كيبقى يفرك، كيبقى يضرب راسه مع الارض، كيبقى في الاول كيجي داك الالتواء ديال الرقبه. علاش كيجي الالتواء ديال الرقبه؟ لان ما كيقدرش يوصل لهذاك التصمغ، وكيبقى انه كيحاول انه يلوي راسه باش يحيد عليه هذاك التصمغ اللي في الاذن. كاين نوع اخر اللي كيبقى يضرب راسه مع الارض،
المربي ما كيفهمش علاش انه كيبقى يدير هكاك. المهم الله يسر هذا يعني التصمغ ديال الاذن، حاولوا تحيدوه في الاول ديالو. كيفاش غنحيدوه؟ غير قطره ديال الزيت الروميه عاديه تقدروا ديروها لهم في الاذن ديالهم، وكاين ديك الرشاشه ديال الكولير زرقاء، هي رشاشه زرقاء. كاين اللي كيسميها كولير بلو، كاين اللي كيسميها بلو دو ميتيلان، بلو دو ميتيلان حتى هي. المهم ان هذا المرض خصو يداوى في البدايه ديالو. علاش؟ لانه ممكن انه يصيب الارنب بشلل جزئي. الناس اللي كيلقاو هذا المشكل ديال الشلل الجزئي راه من كيكون من هذه القضيه هذه. سمو كيبدا يعني الاضرار ديالو على الارنب، كانه اما شلل جزئي، اما ان الارنب كيفقد الوزن ديالو وكيفقد الشهيه، وبالتالي كيتعظم. حنا كنقولوا كيتسلسل، كيولي عنده السلسول خارج له من ظهره وكيموت. كاين واحد المرض اخر وهو موضوع الساعه، وهو الحراره. الحراره اللي مشات تجاوزت 33 درجه يعني على الارنب، وبسبب الرطوبه المرتفعه وكاين الناس اللي ما دايرينش التهويه جيده، سمو كيوقع ان الارنب كيبقى مستلقي على البطن ديالو. لاحظوا ان الارنب ملي كتجي الحراره بزاف كيبقى مستلقي على البطن ديالو. سمو اذا تجاوزت الحراره فاتت 33 درجه كيموت الارنب، وكيخرج له الدم من نيفه ومن فمه. يعني حاولوا انكم ديروا شي طريقه انكم تبردوا على الارانب ديالكم او تضلوا عليهم، ويكون عندكم واحد الميزان ديال الحراره، وتبقاو تقراو شحال ذاك النهار راه كاين فيه ديال الحراره. اذا حلقه حصريه، راه كاين شي امراض عمري ما هضرت عليهم، حاولت انني ما نبقاش نهضر على الامراض العاديه، يعني نحاول انني ننبهكم لبعض الامراض اللي ممكن انها تصاب الارانب ديالكم. الناس اللي ما شاركوش معنا شاركوا معنا، ما تنساوناش تدير جيم كي ولا الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.